السلام عليكم أينما كنتم مشاهدينا ومستمعينا متابعي برنامج كورة على الهواء مباشرة، حلقة جديدة والبداية من جدول النتائج ومواجهات الجولة 24 من دوري نجوم العراق. القوة الجوية يهزم كربلاء بهدفين ضمن دوري نجوم العراق، وكورة يتابع تصريحات الفريقين بعد المباراة. أنا دائما أقول أنه بهيج مباريات أهم شيء تحقق نتائج، يا ما لعبنا وحققنا وأداء جيد لكن بعد التعادل الجمهور ما رضى. نتمنى أنه شوف أصعب شيء هي العودة أنه أنت بالمباراة اللي راحت خلقنا كثير من فرص لكن أضعناها وأيضا أضعنا 3 نقاط. الآن المهم أنه ترجع وتحقق 3 نقاط، هذا الشيء مهم. نقول الحمد لله والشكر، يعني تعرف أنه كنا نستحق حتى لو نطلع تعادل من هذه المباراة. فريق جوي فريق كبير يعني تاريخه باسمه، تعرف احنا أدينا الإرادة الواجبات اللي المدرب أديناها في الملعب. تعرف كل مباراة نحس فرق احنا اللاعبين يعني بقيادة الكابتن تشاسي. بالشوط الأول عدنا تخطيط المباراة، بالشوط الثاني عندنا تخطيط آخر، لكن حدث بعض الإصابات الاضطرارية اللي صار بها عندنا تبديل اضطراري أثر على بعض التغييرات اللي كانت عندنا. فاعتقد أنها تلعب أمام القوة الجوية في ملعب الشعب راح تكون هناك بعض التحفظات. أكيد يعني مباراة صعبة، يعني تكمن صعوبتها أنه الفريق يمر بأزمة نفسية بالمباريات الأخيرة ونتائج سلبية، أكيد أثرت على وضع الفريق وثقة الفريق بنفسه. كورة يتابع ردود أفعال جماهير القوة الجوية بعد الفوز على كربلاء. والله مو زينين القوة الجوية، مو زينين لا مستوى ولا يعني بس نتائج مو زينين، يعني من لعبة لا لعبة فريق ما يقدم مستوى. كابتن الفريق شلون منهار، يعني صار فوزي رجع للوضع الطبيعي، بس نطالب من اللاعبين يكون غيرة. كل فرق العالم من تلعب تقدم هدف واحد، يجب الكادر التدريبي ان يصنع جول ثاني او جول ثالث حتى الفريق يستقر. فهم لعبوا جابوا جول واحد 2-1 صار الضغط علينا. صحيح 3 نقاط اخذنا بس اداء يعني مو صحيح، تعبان ادانا تعبان شوط ثاني، يعني الشوط الاول صح لعبوا صحيح بس شوط ثاني ادانا يعني خليه يراجع نفسه. الف مبروك للقوه الجويه 3 نقاط والاداء زين، بس عندهم كم لاعب مثل ابراهيم بايش حسين جبار، هل يلتزمون شوي ان نروحهم باللعبه والحمد لله والدور ان شاء الله للجويه. النفط يوقف سلسله انتصارات الشرطه ويتعادل معه بهدف ضمن دوري نجوم العراق، وكوره يتابع تصريحات الفريقين بعد المباراه. من اجمل المباريات اللي قدمها نادينا ولاعبينا بهاي المباراه، يعني كل شيء سووه بكره القدم. يمكن شفت التهاجمه واحده فرصة واحدة قدروا النفط يعني يتعادلون، يا يعني حال كرة القدم. يعني احنا واصلين مركز خامس واكيد طموحنا وعندنا شبه نهائي الكأس، ولذلك يعني طموحنا انه نروح خطوات، رغم انه اليوم يمكن احنا نشهد غياب 4 لاعبين، يعني حقيقة 4 لاعبين يعني مؤثرين وانت تلعب مع فريق كبير، لذلك انا اعتقد انه كان يتوقع يعني كاسلوب انه راح نرجع ندافع. انت لو تشاهد يعني المباراة ال20 دقيقة الأولى احنا كان عنصر المباراة حاضر. احنا صراحة تعادل بطعم الخسارة، ما يعني ما حبينا اليوم نطلع اذا مو 3 نقاط، لكن الحمد لله والشكر على كل حال ما عدم توفيق. اليوم حصلنا على أكثر من فرصة، آخر دقائق كانت لنا ضربة جزاء، اليوم عدم التوفيق، إن شاء الله ننسى هذه المباراة. نركز بالمباراة القادمة، مباراة كلش مهمة مع نادي القوة الجوية، وإن شاء الله تبقى الصدارة الشرطة وإن شاء الله القادمة أفضل. كورة يتابع ردود أفعال جماهير الشرطة بعد التعادل مع النفط. ويا ضياء أبو بري ظلوا صرحوا منا للصبح، راح تدفعون ثمنه باللعبة الجاية، ترى ما نخاف، هذا تحصيل حاصل عندنا.
الدوري لنا هات ركناه. يعني والله ما ادري شو تخاف، بس قل اذا تخاف قل لنا، ما يصير يعني والله ما يصير. وان شاء الله الجويه ايش اقول لك الا اخذ دوري، وما اقول لك خاوه بس انا اخذ دوري ان شاء الله. والله كابتن اخطاء صارت، بعض مدرب سوى تبديلات خطا، قاعد مهند يعني مهند ما يقعد يعني انت كل لعبه مهند قاعد يقول لك يصنع لك فارق. انت اعتمدت على المواس، انت كلاعب الشرطه قاعد يلعب حاليا من الجوانب يلعب يقول ميمي قاعد كل لعبه. يعني اليوم مهم ايش بك اليوم؟ يا عم شغفك انت قاعد ميمي قاعد تبديلك شنو استفادت؟ ضيعت لك نقطتين وتخلي حسين ضربه جزاء هي مال مجامله هي؟ بس المدرب زيرو، لا اللاعبين كل لعبه المدرب اوكي خوش مدرب، بس هاي الفلسفه زايده شوي من مؤمن خليه يتركها على صفحه. حسين علي كان افضل لاعب بالمباراه، ضيع ضربه جزاء وهذا حال كره القدم، والدوري بعد 15 لعبه على باسم قاسم. ليه يطلع بالتلفزيون بعد يدور معطيات وفلسفه؟ يصير يعلو لاعب نوم وياخر لعب، هم اللي يطلعون يحكون على كاسياس مو لاعب مو خوش يلعبون ماكو. نوروز يقسو على الميناء برباعية مقابل هدف ضمن دوري نجوم العراق، وكورة يتابع تصريحات الفريقين بعد المباراة. طبعا المباراة من البداية سيطرة واضحة كانت لنوروز، كان هدفنا الفوز والحمد لله اللاعبين كانوا يعني على قد المسؤولية. نحن ما صرنا أيام قليلة مع الفريق، يعني كان عملية فقط تنظيم الفريق إعداد نفسي للفريق. نقول هاردك النادي الميناء، مبروك النادي نوروز، نعتذر جماهيرنا الكبيرة، نشكرهم على دعمهم، نحس الزعل اللي اليوم حصل من الجماهير، وهذا أمر طبيعي، يحبون فريقهم يحبون ناديهم، دائما يردون فريقهم يشوفونه بالمقدمة، لكن بنفس الوقت لازم تكون الجماهير عارفة الوضع اللي جاي نمر بيه. بسم الله الرحمن الرحيم، نقول مبروك إنه هاردك نادي الميناء، حقيقة ثلاث نقاط مهمة بالنسبة لنا. أنا كنت ما أتمنى حقه على حساب نادي الميناء، نادي الميناء من الفرق العزيزة علينا لا سر العدو. وضع الميناء إن شاء الله يتحسن بالمباراة القادمة. ثلاث نقاط مهمة بالنسبة لنا دفعتنا للأمام، وهذا ما فكرنا به. اللاعبين عازمين أن يحققون يعني من ضمن المراكز الأربعة الإدارة والنادي. رئيس رابطة جماهير الميناء بعد الخسارة، رئيس النادي كل شيء ما يدري، واللاعبين الشباب شافوا نفسهم على السفال. ما عندنا لاعبين كباتن، ما عندنا لاعبين، ما عندنا، هذا حال نادي الميناء. شباب خبصونا بالشباب، والشباب تمردت الشباب، بس قاموا يطفرون علينا الطفر، ماكو رقابة. رئيس نادي ما يدري، أنا أسألك سؤال هسه من خلال كاميرتك، ناشد رئيس النادي إجا يوم من الأيام اجتمع بالنادي؟ ما يجتمع بالنادي، ما يدري بيهم، ما يدري شنو الحال. ذاك يوم رحنا ساعتين واقفين بالباب، ما استقبلنا رئيس النادي، ما يستقبل رئيس النادي. وين السودان تستقبله؟ يستقبلك هو ما يستقبل، ما يستقبل رئيس النادي. وكنا نتقاتل على الانتخابات، ما حد ما يصير لنا حل. ليش؟ أنا أقول لك ليش. هذا النادي كله جاي تقاتل عليه الإدارة، تريد تفوق بي، ما يصير لك الحل والله. والثلاث اسم الله بالقرآن كلها تريد تفوق بهذا النادي، كلها من كبيرة صغيرة، ما حد جاي. بس الوحيد الجمهور، بس هو الخسران الجمهور بالموضوع، جاي على المدى الاستفادة. والله لو مو مساء قانوني أقابلهم مقبل، وين ما أقدر أروح، ما عندي شيء، مفلس بالقافلة أمين. هاي هم يسمعوني لحبايكم ولا ماخذ شيء من الإدارة دول. الكهرباء يخسر أمام زاخو بثلاثية مقابل هدف ضمن دور النجوم. طبعا سعيدين جدا حقيقة بالفوز، تعرف احنا اليوم يعني فائزين على فريق آسيوي، مو من الفرق العادية، فريق الكهرباء فريق محترم بكادر التدريبي بلاعبينه، فريقنا ده يقدم مستوى جيد، لعبنا أمام فريق صعب جدا، فريق الكهرباء الكل يشيد بفريق الكهرباء، على فريق الكهرباء فنيا جيد، يمتلك كادر تدريبي واحد من أصعب الفرق بالدوري، قدرنا نتعامل مع الفريق بنظام خططية، تعاملنا بالشوط الأول بتكتيك، الشوط الثاني في تكتيك، الحمد لله قدرنا نسجل أكثر من هدف، الحمد لله وشكر. مبروك للجمهور، مبروك للكادر، أمامنا مباراة صعبة، علينا التفكير بالقادم، وهذا الشيء أكيد المباراة تعطينا دافع للأمام إن شاء الله. أسماء يمكن كانت نتيجة صعبة بالنسبة لنا مع نادي الزاخو، نادي الكهرباء قدم صورة جيدة
خلال المشاركة الآسيوية، ممكن نتائجها كانت صعبة بعد خروجنا من المباراة الآسيوية أو بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. الفريق بدأ نوعا ما نتائج الدوري ما عم تكون جيدة بالنسبة لنا. الكابتن أحمد إبراهيم راضي شنيش المدرب كبير وعلى الجميع ترك الخلافات بين اللاعبين. دائما المنتخبات الأولمبية هي المستقبل، إن شاء الله يا ربي تعرف أغلب اللاعبين ممكن بعد سنة أو سنتين راح يتواجدون بالمنتخب الوطني، زائد أنه بطولة مهمة إن شاء الله يا ربي نشوفهم بالأولمبياد. مباراة مهمة، مباراة بالنسبة لنا مباراة مصرية، تعرف الخسران يطلع من التصفيات. رسالتي طبعا يمكن راح اطلع خارج الموضوع، رسالتي لبعض الاعلاميين اللي خلوا شيء اسمه مقترب وعراقي، يمكن انا اول مره اتكلم هذا الشيء، بس ما اتمنى هاي الكلمه موجوده. بالاول والاخر كنا مثل العراق، لعبت ويا جوستين ويا ياسر ويا احمد فترات طويله، ومن قبل تقريبا 6 سنوات 7 سنوات متواجدين كعائله كاخوان. الموضوع هذا اكو ناس مستفاده من يمه، طبعا ما اريد تسمي اسماء وما اريد اتكلم، بس اتمنى انه نوصل لشيء يخدم الكره العراقيه بالاول بالاخر. والله صراحه الحمد لله، شوف يعني صار لي سنتين بعيد عن المنتخب، بس متواصل ويا اغلب اللاعبين، حتى بطوله اسيا اللاعبين كلهم اخواني، تعرف المنتخب الوطني اكبر من اي شخص، اكبر من اي لاعب يمثل البلد العراقي، خاصه المنتخب العراقي. فاتمنى اللي عندهم مصلحه بهذا الشيء، يعني انا داخلي حزن من اطلع اتكلم على كابتن راضي. كابتن راضي تاريخ، كنا نتعلم من يمه، من افضل المدربين اللي قادوا الكره العراقيه. الكابتن سعد عبد الامير يوجه رساله لرجال الاولمبي، ننتظركم في اولمبياد باريس. شوفوا الحمد لله والشكر، احب ابارك للجهاز الفني للبعثه الكل الاولمبي على راسهم الكابتن راضي شنيشي. راضي شنيشي يمكن يمتلك باع طويل للكره العراقيه او للمنتخبات، فرسالتي لهم ان شاء الله يا ربي نكون قد المسؤوليه. صح الاهم هم اتخطوا المجموعه وبجداره، رغم انه المباراه الاولى تكون صعبه لكل الفرق، لكن الاهم والمهم شلون يعود، وهذا الفريق المميز والبطل هو ظهرت شخصيته بعد مباراه بعد الانتقال، ظهرت شخصيته وتصدر المجموعه. هذا يعطيك انطباع انه الفريق يمتلك كل المقومات، يمتلك كادر تدريب، يمتلك لاعبين، يمتلك جيل للمستقبل ينتظر سنوات. فرسالتي يا رب لهم انه ان شاء الله يا رب يقدمون فالصوره ولوحه تليق بهم هم تليق بالكرة العراقية، وننتظرهم إن شاء الله باريس. تحية أخرى مشاهدين الأكارم، ضيوف كرة هذا المساء كل من الكابتن تيسير عبد الحسين والكابتن أحمد خضير نجوم المنتخبات السابقة ولاعبين الدوليين. مرحبا بكم كباتن، حياكم الله. دائما السعاديك وعم السعادة كابتن أحمد حبيبي الله يسلمك. مرحبا بك كابتن، مساء الخير عليك. مساء علي، تحياتي لك ومشاهدي قناتك الكريمه، وايضا على الاخ العزيز الكابتن تيسير. شدك ويانا؟ نزاعنا؟ تطلبنا؟ لا عمي لا، والله انتم خير وبركه، بس اكو ظروف مرات الوقت ما ارتبط، يعني تعرف احنا ويا العراقيين عقدك ما منطي كابتن. لا عمي ما ايش عندك؟ لا شوي سيد علاء سيد علاء يتدلل علي. الله يسلمك. شنو الاخبار؟ زين؟ ان شاء الله تمام. شلونك كابتن؟ الله يسلمك حبيبي. ضايق شوي الشرطه، ماكو بعد انتصارات. لا طبيعيه، هي حلاوه كره القدم، لازم تبقى منافسه حلوه. زين، خلينا نتحدث في مباراه الشرطه باعتبارها اخر من انتهى في هذا اليوم، النفط يوقف سلسله الانتصارات للقيثاره كابتن، قراءتك الفنيه. يعني بالبدايه بسم الله الرحمن الرحيم، تعرف اليوم الشرطه يعني ادى كلاعبين ككادر تدريبي ادى مباراه جيده. يعني انا شفت الشوط الاول خاصه الفريق كان سيد المباراه، يعني النفط لمساتهم قليله على الهدف، يعني خجوله نقول، بس باسم قاسم لعب بواقعيه فريق، يعني خاصه هو قرر المباراه، قرر نادي الشرطه. تعرف المباراه يعني اكثر المباراه كان يدافع زون على الهجوم المرتد، وحصل ما اراده هو ما مبتغاه، يعني خاصه تعرف دائما المدرب اذا عنده اسلوب يوصل به للاعبين، وصل الفكره للاعبين وطلعت النتيجه بالايجابيه. بس الشرطه ادى كلاعبين كمستوى، اليوم اللاعبين ادوا مستوى طيب، ويعني بس ضياع الفرص هي دائما مرات من
تضيع الفرصه وفرصتين، يصير استعجال على الهدف، يصير نرفزه، على ضوها طلعت النتيجه تعادل. بس نقول بعده يعني هم بعدهم مصدرين، فرق 5 نقاط عن الجويه، فريق يعني عده فارق مباراه، لا فرق 3 نقاط، فارق مباراه، فارق مباراه، يعني الجويه عده مباراه مؤجله، يعني تقريبا نقول فرق نقط يعني. حتى ثلاثة، لا مو هسه 55 والجويه 50، لا هي كانت لا كابتن هسه راحت، هي فرق 3 نقاط، الجويه 52 زائد مباراه والشرطه 55، يعني تبقى بعد هي المنافسه، يعني فارق اهداف، فارق اهداف لا اكثر ولا اقل. هذا حلمك انت، تتمنى انه فرق 5 نقاط والله الجويه بعد بعيدين، هذا طموحك. زاخو اعتبارك شرطاوي، لا مو الجويه عنده بعد مباراه مع زاخو، بزاخو فقط هاي المؤجله، اي لا فازوا وتعادلون وياكم من هسه مط النتيجه، لا فريق زاخو من الفرق المنافسه خاصه هسه جاي يشوفهم كمستوى طلال بلوشي، يعني فريق مستقر. عموما هذا طموحك كابتن، بس هو الواقع غير شكل، هي دائما لا خلص المنافسه دائما، كل ما تصير منافسه احلى للدوري. صحيح. زين، حياز لشوطين للشرطه، وصول الى المرمى لكن لم تترجم لفوز كابتن احمد. يعني بدايه انا اسف على التاخير، يمكن تاخرت، يمكن جيت بعد البرنامج دقائق، انا اعتذر لك والكابتن تيسير وكل الاخوان المشاهدين. يعني شوف، النفط من اوقف سلسله انتصارات الشرطه المرحله الاولى وفاز عليه في ملعب بغداد 2-1، وايضا اليوم يكررها الكابتن الكبير انا اعتبره استاذي كابتن باسم قاسم مع النفط ايضا امام الشرطه، واوقف زحف الشرطه. الشرطه فريق قوي جدا، مدجج بلاعبين كميه ونوعيه مهاريه جدا، مع مدرب القديم الجديد، مدرب مستوى عالي جدا، انا عملت معاه، وتحياتي الى الاخ مؤمن سليمان، حريص لكن دائما ما يفكر بالجنب الهجوميه بكل الاحتمال، دائما ما في التالي شوف النتائج الاخيره 4-3، دائما ما يلعب بالاسلوب الهجومي، يعني انا كنت قريب عليه بالجويه ولعب دائما في الاسلوب الهجومي، تعرف بعض الاحيان كره واحده عليك اذا كان دفاعك غير منتظم غير متمركز ممكن تسبب لك، فبالتالي كره القدم اليوم وخصوصا المراحل الاخيره نتائج طبعا، يعني مهما تكون 90 دقيقه تلعب كرة التعادل انتهت، اخذت من جرفك نقطتين، خسارة اخذت من جرفك 3 نقاط، صحيح. فبالتالي اليوم بالمناسبة هي كادت ان تتحول الى خسارة انفراد امام احمد، بالضبط. ما يميز النفط هذا الموسم يختلف عن المواسم السابقة، دائما مع باسم قاسم لديه شخصية قوية، ادارة جيدة جدا، انا عملت معها محترمة، كادر محترم جدا، لاعبين قدر يوظفهم بشكل صحيح، وقدر انه الانتقالات الميركاتو الشتوي قدر انه يستقطب بعض اللاعبين المحترفين. اليوم النفط صار 8 سنوات بدون محترفين، 7 سنوات، هاي السنة الأولى كمحترفين، فبالتالي عرف اودو اللي كان مع القوة الجوية، شوف هاي المباراة الثانية يسجل الأهداف ويفوز فريقه، لاعبين عندهم حسن داخل، عمار غالب من الشرطة، وليد كريم، أحمد صبري، القائمة المهاجم الهداف أوكوكو يمكن، فبالتالي اكو عملية منتظمة، اكو عملية واقعية، الفريق باستمرار فوز بعد فوز فوز، بالتالي اليوم النفط في المركز الخامس مخالف للسنوات السابقة، الشرطة والجوية كل مباراة مضغوطة، هذا التنافس وهذا التقارب كل مباراة مضغوطة، يعني هسه انا شفت من حقه جمهور القوة الجوية العزيز، جمهور بعدنا ما واصلين للجوية كابتن، لا حتى اقول لك هذا الفارق، انه هذا حلاوة كرة القدم وطعم كرة القدم هو في التنافس، فبالتالي من يستطيع ان يوسع الفارق بين ما بين القوة الجوية والشرطة النقاط والفوز فقط، الأداء نعم الأداء قد يكون يمثل جانب ثاني، بس الأهم النتيجة، النتيجة في النقاط الأخرى. السؤال، التعادل، تعادل الشرطة مع النفط سيضع لاعبي الشرطة أمام القوة الجوية في الجولة القادمة تحت الضغط ويعطي أريحية للفريق المقابل لو لا ما يأثر؟ لا ما يأثر كابتن، تعرف أنت ذيك الفترة الجوية كانت تحت بعد القوة الجوية، يعني كانوا مارين بهاي الظروف الضغوطات، ولا فريق يعني من كل النواحي كمحترفين كلاعبين لاعبين منتخب مارين بهاي الضغوطات، خاصة الموسم الفات السابق حتى من حقق الدوري يعني محققه باريحيه، هم كان داخل مباراه ضغوطات، كان الجويه قريب عليه بالنقاط، فتعرف هي هسه المنافسه صارت حلاوتها بين الشرطه والجويه، بس تبقى الفريق المستقر كيف بدنيا كعنده نفس اطباء دوري، يعني عندك لاعبين متغيرات هواي بالمصطبه تقدر تغير، هي هاي دائما نقول البدائل، البدائل تنجحك،
يعني انت هسه اليوم راح تلعب في مباراة مضغوطة، فريق مضغوط، تعرف البديل دائما ينزل بأريحية أفضل، يغير لك مجرى المباراة. والجو والشرطة من النوع اللاعبين أكثريتهم لاعبين مارين بهاي الظروف، فأعتقد الجو الشرطة يعني راح يبقى نفسه طويل لنهاية الدوري. ضياع ضربة الجزاء يعني هي اللي أفقدت الشرطة فوز مباراة اليوم. طبيعي يا كابتن، اليوم اللاعب تحت ضغوطات، اليوم اللاعب يعني من يجي يضيع ضربة جزاء ما متعمدها، بس تعرف مرات يعني لاعب على لاعب، احنا دائما حتى بالمباريات بالتمرين اللاعب اللي يمارس حتى يجوز احمل متشال لاعب، نخلي لاعب هو اختصاص. انت اليوم من الدز اللاعب هو اليوم حسين علي ما دزه احتباطا، لا حسين لازم يمارسه بالتمرين ومقول بالتمرين. وضياع الضربه طبيعي ترى، لا ضياع طبيعي. سمعت بعض الجماهير انه تحكي كل لاعبي كره القدم يضيعون ضربه جزاء، مو فد مشكله كابتن. الشرطه ما طول اداء جيد النتائج تتحقق، بس انت اذا تفقد الاداء لا ما تتحقق النتائج. بس هو السؤال هسه ما ادري شنو النظام اللي ماشي بالعراق، المدرب هو يحدد يا لاعب يضرب الجزاء لو اللاعب اثناء الحاله يقول انا اللي انفذ. كابتن احمد، عرفا وقانونا فني المدرب هو يعني هو اللي يختار ما بعد الوحدات التدريبيه، فاكو اللاعب الاول من يسدد وكل لاعب الثاني وكل لاعب الثالث. الميت واجد وحالته النفسيه وضعه سيء مثلا اللاعب الثاني، اللاعب الثاني ما كل لاعب الثالث، فبالتالي هاي كلها امور تكتيكيه، جزء من التكتيك العام. صارت اكو اشارات للمواسم ما افتهمناها بالمباشر، يمكن شفتها على حاله الجزاء. نعم نعم، فبالتالي شنو تفسيرك ممكن لها؟ ممكن هو راد ينفذها، ممكن يصير اتفاق مثلا حسين كان حاله وضعه النفسي جيد مثلا ممتاز، فبالتالي ممكن هو يكون الاكثر اهميه، فبالتالي المدرب لو اشار لغيره راح يفقد ثقه حسين، راح يفقد ثقته بنفسه وممكن تنقلب عكسه، فبالتالي المدرب يلزم الحياد في هكذا موضوع، لان اي اشاره منه او تغيير بالقرار واذا ضاعت ممكن تربك المنظومه كامله، فبالتالي ما كل يوم لاعب في كره القدم يريد يضيع، لكن هي مجرد توفيقات. مرات افضل باجي افضل لاعب بالعالم ب 93 بال 94 ضيع ضربه جزاء، هاي طبيعيه، فبالتالي اعتقد ضربة جزاء نعم أضاعت الفوز من 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 نادي الشرطة، لكن نادي الشرطة يمكن عنده حلول تهديفية أكثر من بقية الفرق، فبالتالي حتى معدل أهدافه 49 الأعلى تقريبا بعد القوة الجوية 45. الشرطة لا يعتمد على سلاح واحد في المعركة أو في الميدان. اليوم نشوف ميمي يسجل، شوف المواس يسجل، شوف حسين علي يسجل، نشوف علي عبزار يسجل أو يصنع، نشوف الحلول من علي حسن الشوط الثاني يسجل، نشوف عبد الرزاق قاسم يسجل، نشوف عبد المجيد يسجل. إذن هنالك حلول كثيرة، الفريق اللي تكثر حلوله دائما ما يصل للهدف أكثر ويكون أخطر على المرمى. شوف يعني دا مقارنة بالقوة الجوية، شوف دائما هسه صار بيضة القبان أيمن، لأن أيمن سجل نصف اهداف القوة الجوية، وهو ايضا لاعب مؤثر جدا، كل مباراة هو اللي يعطي الحلول، فبالتالي بدأت الفرق تعرف انه قيمة ايمن خلص من نمسكه ماكو حلول قد تكون ثانية، مع انه الجوية عنده لاعبين مثل مهند اللي كان هداف للدوري الموسم الماضي. الكابتن ما يطلع الجوية من راسه، راح اطب لعبة الجوية من ورا. هيك واقع هو. انا مباراة ورا مباراة سويت لك مفارقة بين حلول الشرطة يعني بالشرطة بالتنافس الشرطة خلينا نشوف لقطة مهمة في هذه المباراة، لحظة استذكار الحارس الراحل مصطفى سعدون رحمه الله من قبل لاعبي الفريقين وبالتحديد الحارسي أحمد باسل وعلي الله يرحمه برحمته الواسعة. كابتن هذه المبادرة الجميلة كابتن تيسير، يعني ترى في هالمبادرة ترى نادي النفط مناسينها أصلا، يعني أنا مشتاق كاظم كل مباراة يعني جايب الصورة مال مصطفى الله يرحمه، وهذا شيء يعني عامل للوفاء. اي يعني خاصه هو الحارس الوحيد اللي بقى بالنفط ما انتقل لاي نادي، فهو هذا شيء مبادر. يعني اليوم النفط الاداره يعني مشكوره من المشتاق والاداره واللاعبين دائما يستذكرون مصطفى، وهو لازم مو بس النفط يستذكره، العراق يستذكره كله، لان هذا الوحيد بايام كورونا هو الوحيد اللي ودي اكل كانت مواقفه مشرفه للامانه على هذا الاساس. أيه كانت مواقفه مشرفه الله يرحمه برحمته الواسعه. نعود باخر دقائق المباراه، وما اعرف فنيا اشراك مناف يونس وعبد الرزاق قاسم دقيقه 92، شنو الجدول فنيا من هذا التبديل؟ شوف بعض الاحيان ان تخرج متعادلا خير ان تخرج خسران، فبالتالي هناك الدقائق الاخيره نشوف انفرادة اودو
يعني هناك صار خطر كثير على الشرطة، فبالتالي ممكن الكابتن مؤمن راد يأمن الوضع العام للفريق. سو ما لعب مناف مدافع، خلاه بمنطقة الجزاء النفط ويلعبون الكروسات حتى يسجل مثلا بالحالة بالحالة. وثاني هذا أيضا تكتيك، أنا أتذكر في مباراة مرة لعبنا الجوية ويا البحري أيضا دقائق الأخيرة كابتن باسم يعني صار تشاور معانا الكادر التدريبي فصار أنه القرار أنه يسعى سعد ناطق كمهاجم من منطقة الدفاع إلى مهاجم، يعني صار ارتئينا على كابتن باسم خاص، كانت عنده ايضا هو هاي الفكره، كانت عنده هاي الفكره. هذا يا هذا لا صلاه دوره كل ما تقول لي لا صلاه اللي وكل ما يجي يمي ما عرف فبالتالي سعد ناطق وسجل هدف. مرات عنصر المفاجاه موجود في كره قدم عند المدربين الكبار، فبالتالي ممكن ما تلقى الحلول من المهاجم، تلقاه عند المدافع اللي يتمتع بقامه طويله، اللي يتمتع بضربات راس جيده، فبالتالي ممكن اضافه كمهاجم. لكن لا يزال يعني ها دفاعات الفرق الجماهيريه باستثناء الزوراء، انا اشوفها باستثناء الزوراء دفاعات الفرق الجماهيريه لا زال تعطي اهداف سهله. السؤال من وجهه نظرك افضل لاعب بالمباراه؟ هودو. هودو لاعب لم يظهر بمستواه، ما اقدر احكم اعطي يعني لاعب شو تتوقع له يقدم مستوى طيب؟ ما اقدر اعطي، هذا يسبب احباط للفريق وللاعب نفسه. يعني هو اكو يعني اكيد طبعا ماكو كره قدمه، لكن من الافضل انه تشد على ازره وتعطيه مثلا. افضل لاعب بالمباراه بالشرطه بالفريق أنا شفت حسين علي. حسين علي أي. يعني اليوم كل البكرات تحرك يمين يسار خلف المهاجمين، يعني أدى دوره يعني بكل النواحي، وهو خاصة هاي الفترة أفضل مش موجود. أفضل حالاته أفضل حالاته مع يصنع و... زين لاعب لم يظهر بمستواه لو إيدك بيت كابتن أحمد نقول ما نقول ما ظهر بمستواه، بس هو المباراة مضغوطة يعني يجوز مرات مباراة أعلى من مستواه. تمام، القوة الجوية يهزم كربلاء بهدفين لهدف في الدوري، قراءتك كابتن جوية المباراة بعد هسه انفرد ما لنا علاقة به. شوف انا دائما يعني اخرج اتكلم بالاعلام انه الفرق الجماهيرية حتى من المنتخبات الجماهيرية اللي نقول مثلا المنتخب العراقي فرق جماهيري ما توقع وقعتين متتالية، ما تسقط سقطتين متتالية، فبالتالي حتى اقترنتها بمنتخب العراق من طلع من خسر مع تايلاند ما راح يتعادلوا مع طاجكستان، راح يفوزوا فعلا، لان الفرق الجماهيريه واللاعب اللاعب العراقي يلعب في فرق جماهيريه دائما يوضع تحت المسؤوليه، يوضع تحت الضغط، فبالتالي يقدم كل ما عنده حتى يحاول يغير الصوره عن ما فقده في المباراه. اذا كيفما والقوه الجويه صاحب الجمهور الكبير العاشق اللي بفريقه، حتى لو كان فريقه اليوم شفنا الاراء حتى الفريقه اليوم فايزه، وان اهم شيء في كره القدم في هذه الاوقات انه الثلاث نقاط، لكن من خرج ايضا شفنا امتعاض على الاداء. انا اقول بالعكس اخوان اليوم الاداء يتعوض، لكن النتيجه لا تتعوض، الثلاث نقاط ما تقدر تعوضها، ليش؟ تروح من جرفك، تروح من رصيدك، فبالتالي انتم نعم الثلاث نقاط الأداء مهم لكن ثلاث نقاط أهم، فبالتالي نعم القوة الجوية قد تكون الفترة الأخيرة هناك بعض الضغوطات على اللاعبين، الأداء لا يتناسب مع قيمة الفنية للكابتن أيوب بديشو والكادر، لا يتناسب مع قيمة الفنية للاعبين، لا يتناسب مع القيمة المالية اللي توفرت للاعبين. هسه استلموا ما استلموا، لكن هو كعقود موجوده الاعلى انا اقول بين الانديه، فبالتالي القوه الجويه دائما وجمهوره دائما ما يريد ان يشاهد فريقه على منصات التتويج، ما يريد ان يشاهد فريقه يفوز حتى بالوحدات التدريبيه بالمباراه التجريبيه، فبالتالي دائما هاي تولد ضغوطات، ممكن مرات تمتلك افضل لاعبين بس مو بيومهم يكونون، اكو ضغوطات نفسيه قد تكون على الفريق، جرى تعادل مع نقط ميسان، تقول الاهم النتيجه، النتيجه الاداء يتعوض. قبل قليل كابتن تيسري يقول لا الاداء الجيد هو اللي يجيب النتيجه طبعا. فما اعرف هسه اليوم الشرطه سوى كل شيء، مو احسن 90 دقيقه كابتن احمد حكى من باب يقول لك انا اريد هسه نتيجه فوز، يعني الجويه مو قصده هسه الجويه، ترى الجويه تقريبا صار لهم ثلاث مباريات، المرحله الثانيه كلها صح ما جاي يأدون،
نعم. فهو يقول لك هسه ابسط الامور ما يريد يؤدي، بس ياخذ لي بس هاي الفتره النتيجه، يعني الدفعه معنويا للامام، يعني الجويه ترى بالمرحله الثانيه مو مثل الجويه بالمرحله الاولى. نعم. الجويه المرحله الثانيه مو فريق الجويه، يعني بس اسم الجويه ترى كجمهور كدعم، البقيه الفرق اي فريق يجي يلعب ضد الجويه لا جاي يلعب ومتحرر واموره طبيعيه. بس قصده احمد اليوم انا من الجويه بهذا المستوى واخذ ثلاث نقاط، يقول لك اهم شيء اخذ ثلاث نقاط. بس انا قصدي من اقول لك مستوى الشرطه لا مستوى ثابت، كمستوى ثابت ونتائجه خاصه بمرحله ومع مؤمن سليمان نتائجه جيده، بس اليوم يعني النتيجه عكست طبيعي. اقول لك الفريق ما طول جاي يؤدي يوصل بالمبتغى مالته اللي يريده على هذا الاساس. بس انا قصدي اليوم الجويه يعني مو جوية تحسها بالمرحلة الأولى. نعم مو جوية. مو بس هاي المباراة يعني أنا أتفق معك. يعني أنا قصيتها هسه الجوية يعني مع جبنا من أمانة بغداد. المرحلة الثانية. راح أقول له وبعد هيد هوك وبعد بعدها ميسان بعدها أجل مباراته مع زاخو. نعم أنا أتفق معك. اليوم مع كربلة. اليوم مع كربلة. يعني ما تحس الجوية الجوية صاحب الشخصية القوية. راح نحس بها أمام الشرطة. تصير هي تصير مرات. انت اليوم حكيتها امام الشرطه. أيه. مرات اللاعب يجي بالاندي باللعبات الجماليه هو عنصر التحفيز اصلا متحفز ضد الشرط. ماني ما اريدها ضد انا اليوم فقدت نقاط مهمه. انا اليوم كنت فوق الشرطه لا بالانديه الضعيفه. انا اليوم لو غالب ميسان وغالب هوك الجويه اليوم هو فرق هو والشرطه فرق. صحيح. تقريبا تلقى اربع نقاط. صحيح. بس انا مو اليوم ضد الشرطه اقدم مستوى، انا قصدي على اللاعبين. صحيح. يعني اليوم المفروض انا اكسب النقاط من اضعف الفرق. ليش؟ هي ثلاث نقاط لانه لعبه ثلاث نقاط ولعبه ميسان ثلاث نقاط. ها بالضبط. فانا على هذا الاساس واليوم الجويه ما تحس شخصيه الجويه بالمرحله الاولى. الجويه بالمرحله الاولى يحصر الفرق بالجزاء، لا اليوم الفرق تهاجم على الجويه وتوصل. يعني اليوم محمد شاكر شاريهم كرتين يعني جول تعادل جاي دقيقه 45 الشوط الاول. الشوط الاول يعني تحس الجويه ما يعني مع احتراماتي لهم مهزوز، فريق مهزوز مو الجوي صاحب الشخصيه. لا مو بارد مو بالقساوه المهزوز قاس اليوم. لا 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 انا احكي لك اياها لان انا شفت المرحله الاولى وياك. بس كلمه مهزوز اعتقد ما تليق بالقوه الجويه لا بالشرطه ولا الزهراء. لا مو كاتب شنو خليني اقول لك هسه طلبه ايش قد ما وقع المرحله الاولى ما نقدر نقول عليه مهزوز، لكن نقول متذبذب المستوى متذبذب النتائج مثلا تنطبق على الطلبه. الجويه متذبذب المستوى لكن كمتصدر وقريب على الصداره. يعني هي هاي القيمه الفنيه وهي هاي كره القدم. انت اليوم الجويه قيس انت تشيلسي خسر مع ارسنال خمسة. لا انت لا تقيس لي على الفرق ذول. تصير انا اقيس لك على دورينا. اليوم الجويه اي فريق كان يجي بالمرحله الاولى يحصره بالجزاء. الجويه من كل اللاعبين يقولون شوف اليوم الجويه ترى بس ايمن حسين. ايمن حسين وسعد عبد الله ما مختلف وياك ومختلف على كلمه مهزوز. يجوز انا خان التعبير خان التعبير يعني مع احتراماتي للجويه. بس انا قصدي الجويه صح الشخصيه يعني مهزوز مو اساءه يعني لا مو وضع اللاعبين مو وضعهم يقول وفقا لعدم استقرار ناصر المفروض الجويه يلزم اي فريق يغلب عدم استقرار طبيعي. شوف الجويه في بدايه المباراه الاسيويه وايضا الدوري لاعبين جدد يحاولون يقدمون كل ما عندهم مسؤوليه تحت الكادر التدريبي، مسؤوليه تحت عيون المنتخب الوطني، مسؤوليه امام الجماهير لاعبين جدد. فبالتالي تشوف علي جاسم بافضل حالاته، تشوف سعد عبد الامير اللي انا اعتبره افضل لاعب وسط الدوري العراقي هذا العمر وافضل لاعب ويستحق حتى منتخب وطني. فرانك كان مسوي دوتو احنا نسميه مع سعد عبد الامير. فرانك اللاعب المحترف اللي جبناه الموسم الماضي من اربيل لاعب على مستوى عالي تعرض للاصابه وابتعد صار عنده كسر. فبالتالي كيف نفس قيمه ادريسه بالشرطه اللي سوى فراغ كبير رغم انه قدروا يعوضوه عبد الرزاق. احنا نعم نملك يوسف فوزي لاعب على مستوى عالي، نملك شهاب لاعب مقاتل على مستوى عالي، لكن الاستقرار الاولي اللي كان مع فرانك وسعد عبد الامير اني يعني حافظ الفريق. فبالتالي ايضا الاستقرار كان بالتشكيل، ايضا عيب القوه الجويه فقط القيمه الفنيه للمحترفين سواء بالمرحله الاولى سواء بالمرحله الثانيه. يعني اذا كانت اخطاء وانا اشوف قيمه الفنيه للمحترفين في المرحله الاولى افضل من المرحله الثانيه منو يتحملها كانت
الكل يتحمل اذا كانت اذا مدرب او مشرف او لجنه فنيه او مدير فالكل يتحمل. يعني تغير محترف افضل وتجيب محترف اقل يعني مستوى وانت فريق متصدر ما تعرف تختار محترف؟ يعني شوف هسه اضيف لهم سعد ناطق قيمه فنيه كبيره يعني صراحه لاعب منتخب. رسلان انا اعتبره من افضل لاعبين افضل لاعبي الدوري العراقي احنا جبناه الموسم الماضي. لكن ايضا كان اكو حمود من افضل لاعبي الدوري العراقي مشروع لاعب منتخب محمد باقر كان افضل لاعب. فبالتالي اليوم دار تقيس مشعان انا عذرا يعني ابدا ما اعلق على استاذي كابتن ايوب اديش الكبير لكن من وجهه نظري كمحلل هسه خليني انا كمحلل اليوم من ابدا اقارن المدافعين او المحترفين بكل اللاعبين الموجودين في القوى الجوية بدلاء افضل. فبالتالي ما ينطبق على كلامي هو عدم اشراكهم اصلا. زين انا ليش تعاقدت وياهم؟ وليش طلعت الاربعه المرحله الاولى وليش وقعت مع خمسه غيرهم وجلستهم ايضا كبدلاء؟ هاي اللي نتكلم عليه. ولا انت اليوم البديل يرفع القيمه المعنويه والفنيه للفريق؟ كابتن سؤال مباشر وانت رجل فني قبل ان تكون اداري. مشكله الجويه في ما يتوفر له من عناصر ومن متصدر فارق 6 إلى 7 نقاط ورجع بهذا الوضع، المشكله فنيه؟ تصير نعم. هو انت اذا يعني اذا انت عندك هاي الكم الهائل من اللاعبين فنيا وكميه ونوعيه لاعبين على مستوى عالي اكيد اليوم الفوز يحسب للكادر التدريبي والخساره او التعادل تحسب على الكادر التدريبي. ليش؟ من يتحكم فنيا بالادوات هو الكادر التدريبي طبعا. من مسؤول على العمليه التدريبيه هو الكادر التدريبي. فبالتالي كنا ثقه بكابتن ايوب اديشي، انا عندي ثقه كبيره انه الرمق الاخير سيكون منافس على الدوري العراقي. لكن قلت لك جمهور القوى الجويه عاشق لكرة القدم، يعني من أقول لك عاشق عاشق بمعنى الكلمة. فبالتالي لا يرتضي حتى يحاول أن يحسم الدوري ويوسع الفارق منذ البداية يعني قبل ما تنتهي الدوري. فبالتالي يقول لك حتى أعزز رصيدي من الفارق حتى أخلي للمفاجآت. شنو المفاجآت؟ مباراتي مع الشرطة مباراة كبيرة قابلة للقسمة على يعني تعادل فوز خسارة. أجي مع الزوراء مباراة كبيرة فوز تعادل خساره، مع الطلبه خلصت الامورها، مع زاخو في زاخو مباراه صعبه تقبل القسمه على ثلاثه، هاي الثلاث اربع مباريات هي اللي يقول لك ما 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 محزوره شلون من اللي راح يفوز. فبالتالي اني لمن لازم ما افقد نقطتين مع بغداد، مع كل احترامي للفريق الكبير بغداد، ما افقد نقطتين مع نفط ميسان في الشعب، كل احترامي للفريق الكبير نفط ميسان، ما اجي افقد نقاط بعد سهله، كان ممكن حتى اليوم يصير فقدان يعني صحيح. الحمد لله والشكر انه الفريق فاز، بالتالي هذا هي انا اقول حلاوه كره القدم التنافس، احنا من ابتعد الزوراء، ابتعد الطلبه، ابتعدت الفرق في فارق كبير، اكو صار احباط بالتنافس، صار احباط واجهاض بالعمليه التنافسيه. فبالتالي بقى فقط الجويه والشرطه، لو الشرطه سفارق عن الجويه الدوري ما له طعم ولا راحه، الجويه لو فارق عن الشرطه بكثير الدوري لا له طعم ولا راحه. فبالتالي القيمه الفنيه والتنافسيه تكمن في تنافس فريقين او اكثر حتى الرمق الاخير. فبالتالي لا نزال نقول انه الدوري جميل بتنافس زين. فريقين زين. حتى نسبه الاهداف يعني حتى نسبة أهداف متقاربة. لكن حتى جماهير الجوية أو الفنيين يقول لك الجوية ما يقدم أفضل المستويات، هناك مشاكل فنية في بعض المباريات. قراءتك الفنية لهذا الفريق وين المشكلة؟ اللاعبين ما ينطون؟ مو ما ينطون، أنا هسه جاي أحكيها مثل هسه أحمد حكاها قال الجوية. الجوية ما تحس اكو تدوير لاعبين. ماكو تنافس. اليوم كل من حاجز بوكان يعني مثل مع احترامات الموجودين، يعني هسه مثل كذا قلنا أنت هسه قلت حمود انت البدائل وحمود حكيت وحكيت علي من بعد على رسلان يعني ذولا شنو المرحله الاولى كلهم كانوا بدائل. اليوم من ماكو تنافس ما تحس اكو قيمه بالفريق. اليوم من يصير تنافس بين اللاعبين كل واحد يريد يحجز مكانه. الاصابات اللي قاعد شريف لاعب مهاري على مستوى عالي بس انا جاي اشوفه يعني حتى اليوم ميثم جبار ما جاي يقدم مستوى مهند مع انه قدم سيان. 4 5 مباريات من افضل ما يكون حسين مهند مو وضع اليوم من اشترك مو مهند تحسه مهند مال العام يعني هو ياكل لاعبين انا ترك المباريات كثير ما لعب اي فهو يعني كابتن هاي نقطه كلش غابت روح المنافسه بين اللاعبين. ما دام ذكرت اللاعب مهند عبد الرحيم، تحويل هذا اللاعب من هداف دوري الموسم الماضي
الى لاعب احتياط يشترك قليلا، انت قضيت على لاعب حل من حلول القوة الجوية، وانا اريد كابتن احمد يحكي باعتباره مهاجم. شوفاني استقطبت مهند الموسم الماضي انا كابتن قحطان، يمكن حتى خلينا له في العقد مالته 10 ملايين في حالة انه يكون هداف للدوري. انا كتبته، كنت انا مشرف فريق، نوع من الحافز الداعم، وكنا مراهنين على مهند، بالتالي مهند اخذ هداف الدوري، وايضا مهند جاب لنا كاس العراق بهدفه على اربيل. اليوم قناعات، لا انا اقدر اغير قناعتك في تيسير ابو احمد خضير، ولا اغير تيسير بعلي او احمد، قناعات. يعني كابتن ايوب ينظر في باله لعب بمهاجم، من يسوي خيارات فرديه وتكتيكيه وجماعيه ما بين مهند، وهاي اللي انا اشكل عليها، انه احنا محترفين اثنين المرحله الاولى، سيدريك ولاعب رقم 14 سيمون، مع مهند مع ايمن. زين اني ابعدت اثنين المرحله الاولى، من بقى عندي؟ بقى بس ايمن وايمن. لا سامح الله، ايمن ما يتعرض لعب منتخب وطني ولعب نادي صارت عنده اصابه، بدا لاعب واضح انه الفرق كلها تركز على ايمن، لان ايمن انا اعتبره افضل لاعب بالدوري العراقي حاليا. زين هذا لو الجهد ممكن وعدم التدريب اللي تكلم به كابتن تيسير، انه لا سامح الله شد عضلي، وتعرف الشد ممكن يغيبك ثلاث لعبات، تعرف ليش؟ لان كل ثلاث ايام مباراه ما تلحق يصير عندك الريكفري والاستشفاء. فبالتالي انصاب لاعب من اللاعبين مهند او ايمن، من راح يكمل لك الدوري كله وباقي دوري الكاس كبديل او لا؟ واذا انصاب ايمن هو مهند باقي بفورمه اللعب والتغيير جاي حتى اجاوبك على سؤالك. فبالتالي كابتن ايوب لديه نظره، كابتن باسم لديه نظره، كابتن الكباتن الاخرون لديهم نظره في من هو يستطيع ان يطبق اسلوبي الفردي والعام. فبالتالي من وقع على باسلوب المهاجم الواحد اكيد وقع الاختيار على ايمن، وايمن يعيش في افضل حالاته. فبالتالي ايضا وثاني شغله، نعم هو مهند لاعب منتخب، لاعب ذو قيمه عاليه، لكن بعض الاحيان المهاجم من يبتعد كثير عن الملاعب حتى مستواه يبدا يقل. فبالتالي اليوم كل نقطه هي مطلوبه من المدرب، ما لازم يجازف في موضوع التعويض. قلت نعم التدوير صح، لكن انا اذا اعطيت فرصه لهذا وهذا وهذا، وبالتالي خساره نقطه نقطتين، ايمن حسين يعيش افضل حالاته ويتربى على قائمه صداره هدافي الدوري. شنو سر تميز ايمن حسين؟ شوف انت مهاجم وهو مهاجم، انا طبعا مع شغله واحده، انه ايمن لاعب فايتر بلاير، يعني لاعب مقاتل، مو كثير الفرص، هو من يخلق الفرص. يعني اليوم الهدف اللي سجله على كربلاء الهدف الاول، هذا ما حد يسجله بس من قيمه الكبار، لاعب لونج باس من رسلان، بين اثنين، بين لاعب بين اثنين، والمسافه بين اثنين نص متر بنص متر، يعني كم ماشي من لاعبين، استطاع بطوله الفارع والمهاره والسرعه، اللي مقترنه كره ترويض واحد مع حجز لاعبين مع لاعب باص للشبكه على البعيده، هذا يعني بصراحه هدف يدرس. يعني انه عندما تكون مع المنافس، منافسين اثنين، عندما تكون والكره بحوزتك، اذا هذا ترويض، تسجيل، حجز، قيمه كميه. فبالتالي كل مهاجم في حياته يمر بفتره سنه او سنتين الذروه مالته. ممكن انا جتي ب 98 97 هداف دوري، هداف كاس، هداف الانديه الاسيويه، هداف بطوله بغداد ام المعارك احنا نسميها، هاي ذروه، وصلت الى الذروه مالتي، وراها اكمل لو ابقى محافظ لو يصير عندي دروب. ايمن الفتره السابقه صار عليه كلام، لكن شجاعة الشخص من يتغلب على كل انتقاد. لذلك كنا دعمناه، أنا واحد من الناس طلعت دعمته بالتلفزيون، قلنا فذلك قدم مع المنتخب مستوى لا أروع، قدم مع القوة الجوية مستوى لا أروع. هسه هو هسه في ذاته عنده تحديات كثيرة. التحدي الأول أن ياخذ هداف الدوري، فبالتالي يحاول يلعب كل مباراة حتى إذا مصاب يجوز شد على. ليش؟ فقط المهاجم يحس بهاي القيمة، أنا حاس بها، أنه خلاص هذا لقب يتذكر في حياتي وينذكر في السي في بالاتحاد اللي موجودة قامة الهدافي الدوري العراقي. التحدي الأول أنه هداف الدوري. التحدي الثاني
اخذ اللقب للقوه الجويه، هو ايضا اخذها في قبل ثلاث مواسم مع القوه الجويه وايضا مع واخذ هداف، فبالتالي يكرر هذا بالضبط. ثالثا هناك تحدي في داخله ان يقدم شيء للجمهور اللي معتمد عليه وللمدرب اللي معتمد عليه، فبالتالي لا يريد ان يضيع هذه الثقه، فيحاول يعطي اكثر ما عنده. حتى تشوف ايمن ما كان قبل يرجع للوسط ويدافع، ايمن ما كان قبل يرجع ويأشر للاعبين ويوجه للاعبين، هذا صارت عنده روح المسؤوليه اتجاه نفسه واتجاه الفريق، فبالتالي يعيش في افضل حالاته وما يستمر. نضع نقطه لهذه المباراه، نفتح قوس، خساره ثقيله للميناء على ارضه بين جمهوره، ويمكن شفت رده الفعل بالمتابعات كابتن تحسين. يعني كابتن احكي لك الميناء يعني هذا نقول واقع حال، ليش؟ اكثر اللاعبين شباب، ما عندهم بدائل، فريق استنفذ طاقته بالمرحله الاولى، فريق يعني عنده تقريبا هسه دائما هو المدرب يحكي كابتن حسن احمد، عنده تقريبا 11 لاعب وبديلين او ثلاثه، مع اليوم اضافه سالم للمنتخب الاولمبي هم كان له ثقل بالفريق طبعا على هذا الاساس، فشوف دائما راح يمر بظروف صعبه خاصه بالمرحله الثانيه الميناء، يعني ما عنده بدائل يعني، خاصه اللاعبين استنفذوا كل طاقتهم بالمرحله الاولى، يعني الفريق قدم كل ما عنده بالمرحله الاولى، اليوم الجمهور يريد نتائج، ما يقول لك انا عندي لاعبين. الجمهور ارتفع سقف طموحاته بهذه النتائج. لا هم هاي المشكله. المشكله كابتن الميناء يعني هذا واقع حال، المفروض حتى الجمهور اليوم بعد الخساره هو يساند اللاعبين، يعني انت ما عندك غير ذول اللاعبين. اليوم بالرابطه من طلع يقول اللاعب الشاب قام شاف روحه، لا هو مو شاف روحه، بس هو هاي استنفذ طاقته الكامله، خلص المرحله الاولى بدا بالمرحله الثانيه، المرحله الثانيه يحتاج لبدائل، خاصه هم اليوم كابتن حسن احمد اذا ما يبدل يعني عنده بدائل بالمصطبة ما راح يقدر يجار الفرق، يعني الفرق بعد ما تستنفذ يعني افهم من كلامك انه ما سياتي للميناء دروب اصعب 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 عليهم بالمرحله الاولى، يعني انا اقول لك هسه كل الفرق اللي راح يلاقيها صعب يستنفذون نقطه واحده، اليوم انت كل الفرق اللي راح تلعب بالمرحله الثانيه شوفها مو مثل المرحله الاولى، المرحله الاولى كانت النقاط جزء اكو تعويض بس هسه بالمرحله الثانيه كل مباراه عندك نهائي، كل زين. فريق يريد ياخذ ثلاث نقاط من يقول لك من الميناء لان فريق شاب. ناصر طلاع يقول النتيجه طبيعيه وفقا لما يمر به الميناء من ظروف، بس انا اشوفها اربعه هواي. شوف خلينا نتكلم بشفافيه، الكل ما كان يتوقع او يراهن على انه الميناء يقع في المركز 13 صحيح، وقبلها كان مركز 12 صحيح، الكل كان يتوقع انه راح يهبط وانتهى من بدايه المرحله، فبالتالي شجاعه السيد حسن احمد اللي ارفع له القبعه صراحه انه بتولي المهمه والعمل مع هؤلاء الكتيبه من الشباب بدون محترفين، اليوم كان تحدي كبير للاداره وتحدي كبير للكابتن حسن وتحدي كبير للاعبين، اليوم الدوري افرز لاعبين مواهب كبيره للميناء، منهم منتخب وطني اولمبي ومنهم منتخب شباب، فبالتالي اليوم بدل طل الميناء مستقر في سكة انتصارات، مستقر في المستوى، مستقر في الخسارات البسيطة، لكن هذا لا يعني أني أنا سقف طموحاتي يرتفع مثل ما تفضلت من خلال عطفا على ما قدمه في المرحلة الأولى من فوز حتى على الطلب يمكن فاز في ملعب الزهراء أتذكرها، فبالتالي لا ترفع سقف طموحاتك على مستوى اللاعبين الشباب، اليوم اللاعب الشاب لديه عقليه محدوده، لديه جهد محدود، لديه ذهنيه محدوده، التقبل من الجمهور، التقبل من المدرب، اللعب مع المنافس، لعب الدوري الممتاز لاول مره، فبالتالي لن حمله اكثر من طاقته حتى لا ينقلب سلبي عليه، اليوم لاعبين قدموا هسه انت احنا نقول بارك الله بهم اذا فازوا وبارك الله بهم اذا خسروا وتعادلوا، لكن ما قدموه في المرحلة الأولى مثل ما تفضلت بدأت تسقف طموحات الجماهير وهذا حقه، أنا شوف أنا من الناس اللي أحب فريق الميناء بعد قوة الجوية حتى أتكلم لك إياها لأن دائما متابعهم من زمان، يعني لونهم أزرق مو بس أزرق يعني اللون يحكم كابتن ما يقدر بغض النظر أنا أحب كل الأندية أكيد أنا أحب كل الأندية لكن القوة الجوية اللي هسه أقول له عالمي أقول لك مثلا تشيلسي أزرق لا هو يحب الجوية لأنه هو فريق برشلونة أزرق ما يقدروا شوف طبيعي النادي اللي صاحب فضل عليك أنا الشرطة أيضا لعبت الى موسمين
تتذكر في بداية أيضا صاحب فضل، كل الفرق اللي لعبت لهم أصحاب فضل عليه. لكن أنا أقول لك الميناء فيما يمر من الظروف لا تقسو عليه يا جمهور الميناء، أنت جمهور جميل وجمهور مثقف وجمهور كبير، ابقوا ادعموا المدرب وابقوا ادعموا اللاعبين حتى الرمق الأخير. كانت طموحاتكم البقاء في الدوري الممتاز، لا تتفشخ من طموحات وبالتالي تولي الضغوطات على أنت اللاعب. اليوم اللاعب انت من يقوم يفكر بيك وهو شاب، هو تنتقده والله العظيم، نام الليل ما ينام والله الليل ما ينام. الميناء هذه السنه اذا بقى بدوري النجوم هذه التوليفه المفروض يسوي لهم تمثال بعد النادي. كيف ما انت ما حد ولا واحد بالعراق بالضبط. من اقصاها الى اقصاها، يعني انت تفكر انه الميناء راح يبقى بالدوري، يعني انت تخيل نقطه راس السطر، تخيل محمد خضير، محمد غالب، اياد عبد، تخيل سالم احمد، كرار الامير، تخيل مجتبى علي، تخيل هذول لو اضيف هذول صاروا هسه لاعبين على مستوى عالي. كيف ما اضيفت وياهم ست محترفين؟ كيف ما اضيفت ست لاعبين نجوم من الدوري العربي؟ كيف راح يكون؟ فانتم جمهور الميناء جمهور جميل، جمهور مثقف، ابقوا ادعموا لان فريق الميناء يعني مر بظروف صعبه جدا، فبالتالي البقاء دعم حتى الرمق الاخير. تمام. واضافه النوروز ما تكلمنا عليه. مو بس هسه راح اسالك جاي اقول لك هذا اول فوز لنوروز بوجود مدربهم جديد نزار محروس بعد استقاله ولي كريم كابتن. هم حتى نوروز مع ولي كريم نتائجهم طيبه جدا، نتائجهم كل والله العظيم اصلا مفاجاه استقاله يعني واحد من افضل ثلاث مدربين بالدوري العراقي نقطة راس سطر خلاص يعني هو ولي كريم يعني هو حتى اليوم من اجى المدرب السوري يعني ما غير بالتكتيك، ما غير نفس الاسلوب ونفس الطريقه، وهم من اللاعبين المستقرين صار تقريبا موسمين، نفس اللاعبين نفس المجموعه. اليوم اللاعب وين الميناء يعني الميناء ما ملاقي فريق سهل حتى اليوم يريد نتيجه يعني. بس اكو شغله والله استوقفك، هم من وين الثلاث مدربين الافضل؟ سوى لي كريم واحد منهم بقول خلينا نحتفظ بيهم اكيد المتصدرين قال ثلاثه قال واحد من افضل ثلاث مدربين بالعراق بالقياس بالقياس يعني المتصدرين اذا يعني ايوب ومؤمن واضافه المدرب زاخو لا طلال طلال يعني نتائجه طيبه يعني وايضا يحسب الى اداره زاخو الوقت يداهمنا زاخو ايضا يحقق نتيجه مهمه على الكهرباء بثلاثيه مقابله يعني انا اقول لك اليوم انا شفت المباراه زاخو والكهرباء زاخو قاري الكهرباء يعني خاصة قاري شلون فريق الكهرباء يبني هجمة فريق يلعب كله باص لوي فمن البداية ضغط بثلاث لاعبين للأمام يعني ما غير أسلوب لوي صلاح نفس الأسلوب بناء الهجمة من الخلف فشوف المدرب طلال البلوشي قاري المباراة فضغط من البداية ومن البداية حقق هدفين على الكهرباء فصعب الكهرباء يعود للمباراة بعدها الشوط الأول يعني نوعا ما نقول زاخو أفضل الشوط الثاني تغير طريقة لوي وراد يعوض جاب الهدف التعادل بس ما قدر يعني خاصة نقول المحترفين زاخو أفضل من محترفين كهرباء في المباراة قادوا المباراة في سبيل حتى النقاط زين. الوقت يداهمني السؤال استقالة لوي صلاح بعد المباراة بالنسبة لك شخصيا متوقعة لو مفاجئة مع السبب أنا توقعت يعني متوقع. كنت متوقع ممكن لوي قدم ثلاث مواسم ممتازة مع الكهرباء بما توفر الاداره يعني اداره نموذجيه سيد علي سيدي الاخوان كابتن نعيم الاخ سيد زهراوي البقيه كلهم بالكادر الاداري بالكادر الفني الاخوان جمعه استاذ ضياء فبالتالي قدموا ما استاذ ماجد قدموا ما عليهم لو لديه طموحات ممكن بدات طموحات سقف طموحاته يكبر باستلام فرق كبيره ما شفنا انه هذا الفريق اللي قدم بالبطوله الاتحاد الاسيوي اللي قدم بالموسم الماضي اللي قدم الموسم قبله اللي كان يلعب بتشكيلتين تشكيله بالدوري تشكيله بالاسيويه فبالتالي هذا النوعيه والكميه من اللاعبين بما توفرت بما من من دعم اداري لا يتناسب بالنتائج الحاليه ولا بالمركز الحالي مركز 12 فبالتالي يعني ايضا كابتن لاي من المدربين الناجحين انا اعتبرهم ناجحين جدا في الدوري العراقي فبالتالي في بدايه حياته نجاح يعتبر هذا كبير له فبالتالي يقول لك انا لا ارتضي نفسي انه يبقى هذا النزيف من النقاط الى نادي الكهرباء وممكن حتى ياخذ من جرفي انا كمدرب يروح من رصيدي الى خساره بعد خساره فبالتالي ممكن يحب يرتاح هاي الفتره اعطاء الفرصه له قد يكون
مع كهرباء مع مدرب افضل، قد دائما فتره التغيير تصير ايجابيه. صرنا شوى عند اللاعب، فبالتالي هو كان خيار مشترك ما بين الراحل نفسه واعطاه فرصه، وايضا اعطاه فرصه للفريق. للامانه حتى يعني من باب الاشاده يجب ان نشيد بمدرب زاخو ما يقدم لغايه الان، وحارس زاخو علي كاظم 9 اهداف. تفضل شوف طلال البلوشي، اريد كل واحد تعليق ب 30 ثانيه حتى اختم. طلال البلوشي بدايته كان بدايته غير موفقه، يمكن الاجواء غير مستقره له، يمكن الملاعب غير مستقره، يمكن بعد زاخو عن الدوري العراقي والملاعب، كل هاي الامور. لكن انا اقول يحسب لاداره زاخو الوقوف مع طلال البلوشي فترات طويله واعطاه الفرصه، بالتالي هم من افضل المحترفين عندهم حاليا، النتائج فريق جماهيري مرعب على ملعبه، فبالتالي اليوم نشوفه متربع في المركز الثالث ب 40 نقطه زائد مباراة مؤجلة، يعني جد يبعد عن القوة الجوية. قليل. تعرف ايش قد؟ يعني يبعد 12 نقطة عن القوة الجوية. مستوى مع الزوراء. زاخو مستوى مع الزوراء. مو لا عنده مباراة. الزوراء باكر يلعب مباراة. لا لعب مع الكرخ. مؤسسة الزوراء 40. زين. تعليقك علي كاظم طلال البلوشي. يعني طلال البلوشي استقر فنيا، عرف الدوري العراقي، عنده أفضل اللاعبين المحليين. ما ننسى امجد عطوان واحمد ابراهيم رائدين، يعني خاصه بالمنتخب في النادي. نعم. نقاط قوه احمد ابراهيم وامجد. نعم. عندك لاعبين محترفين على مستوى عالي، فاشوف قاعد يوصل للمستوى اللي يريده، وخاصه دعم الاداره كلاعبين كاداره وجمهور، فهذا الفريق شو تريد تمنيه؟ اذا مستقر فنيا اداريا لاعبين حقق نتائج طيبه. علي كاظم 9 اهداف في مرماه، 10 كلين شيت، يعني احصائيه كل جدا اليوم كلش ضاج من دخل عليه هدف جدا، يريد يحافظ على الرقم الخطير. أكيد, أكيد, اكيد كل التوفيق لعلي كاظم. وصلنا لختام الحلقه، شكرا جزيلا كابتن احمد، شكرا جزيلا كابتن تيسير، شكرا موصول لكم مشاهدينا الاكارم، نلتقي غدا، السلام عليكم ورحمه الله.